من البليدة مدينة الورود إلى جبال الشريعة حيث السحر والجمال، أنتم مدعوون معنا فإلى هناك. أصدقائنا ومتابعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يسعدني أن أكون معكم في رحلة استكشافية لمكان من أروع وأجمل الأماكن في ولاية البليدة بالجزائر، وبالتحديد جبال الشريعة. الوجهة كانت إلى ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة حوالي 50 كيلومتر، ومن البليدة في طريقتين للصعود إلى أعالي جبال الشريعة. الطريقة الأولى هي بالسيارة، الطريقة الثانية بالتلفريك. طبعا أنا اخترت الطريقة الثانية، حبيت أشوف المناطق الطبيعية من فوق واستكشف المكان، مع أن طبعا عندي مشكلة من الارتفاعات والأماكن العالية، ولكن حبيت أن أنا أخوض التجربة. وبالفعل المشاهد كانت أكثر من رائعة، وكانت الرحلة بالتلفريك شيقة وممتعة ومثيرة في نفس الوقت. معلومات عن منطقة جبال الشريعة، المساحة بتقدر تقريبا بحوالي 26,000 هكتار، بتعتبر من الحظائر الوطنية المحمية بموجب القانون الجزائري، وبترتفع عن سطح البحر حوالي 1600 متر، وهي مكان هادئ وجميل وملائم للعائلات ولعشاق التخييم والمشي والرياضة الجبلية. ونكمل رحلة التلفريك ونرجع لكم بعد قليل إن شاء الله.
أخيرا الحمد لله وصلنا بعد رحلة كلها متعة وإثارة بالتلفريك، استغرقت حوالي 15 دقيقة. هنا المحطة الأولى فوق عالي جبال الشريعة، ندخل ونستكشف المكان ونعمل جولة في المكان مع بعض، يلا بينا.
بعد كل ما شاهدناه من روعة وجمال، نختم جولتنا في هذا المكان المهيب الذي تتجلى فيه عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وللجبال هيبة وروعة وجمال، وقد ذكرت في القرآن الكريم نحو 40 مرة تقريبا، نذكر منها قوله تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين، وقوله تعالى: وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. وخير ختام نختم بقوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.